فيديو اليوم بحكي لكم قصص المتابعين. اذا حاب تطلع قصتك في الفيديو بعث لي اياها على الانستغرام وهي حسابي تطلع قدامكم على الشاشه. مرحبا يا جماعه، معكم سلامه في فيديو جديد. جتني فكرة يا جماعة عشان التزم بالفيديوهات وما اقطع انه تحطوا لي عقاب. شهر 10 بدي انزل 15 فيديو، يعني راح انزل يوم ويوم لا لمدة شهر كامل، يعني 15 فيديو بالشهر. فاذا سحبت وما نزلت 15 فيديو بالشهر هذا حطوا لي عقاب اللي بدكم اياه، اكتبوا لي عقابات بالتعليقات وراح اختار عقاب منهم وانفذ فيديو. وهسه خلينا نبلش الفيديو اليوم. وقبل ما ابلش لا تنسوا تعملوا لايك على الفيديو، واللي اول مرة بشوفني خذ لك لفة بقناتي يمكن تعجبك وتشترك. يلا خلينا نبلش. وزي ما اتفقنا يا جماعه هذول القصص صاروا مع المتابعين ما صاروا معي انا، فانا بدي احكيهم صيغه انه صارت معي عشان تطلع القصه احلى. زمان لما كنت صغير، لما كنت صف اول تقريبا، كنت عايش في السعوديه ومعظم جيراننا بالسعوديه كانوا مصريين. كان في جيران كثير قراب منا، كنا نروح انا واخواني نسهر عندهم نلعب عندهم، وبيتهم يا جماعه لما كنا نروح عندهم كان دائما مكركب. فانا بس اكون قاعد مع ابن جيراننا اللي هو صاحبي بتطلع على الارض بلاقي ريالات على الارض، ريالات اللي هي العمله السعوديه. انا وقتها كان مصروفي كل يومين ريال واحد. وقتها اجتني فكره، الفكره هي اني اصير اجمع المصاري المرميه على الارض واسرقها، يعني احطها بجيبتي وخلص ولا حدا شاف ولا حدا يدري. وقتها يا جماعه صرت اداوم على المدرسه معي 4 ريال 5 ريال، يعني خلص صرت غني. في مره كنا قاعدين انا وابن جيراني لحالنا، يعني اخوانه كانوا طالعين واهله كانوا طالعين، فيش بالدار غير انا وهو. بس انا وقتها يا جماعه كنت صغير بس كانت افكاري جهنميه، فقلت له شو رايك نلعب غميضه؟ قال لي ماشي خلص نلعب غميضه. فهو راح عند الحيط عشان يعد، انا قلت له انه يعد للمية عشان الحق اتخبى. انا كنت بدي اخذ راحتي وانا بدور على المصاري بس. ولما بلش يعد انا سحبت حالي وفت على غرفه اهله، يعني كنت بدي استرزق عنده اشوف لي رزقه بالغرفه، هيك مثلا الاقي على الارض ريال ريالين يعني مش عاطلين. فدخلت وبلشت ادور ولقيت يا جماعه 500 ريال، 500 ريال يعني 100 دينار اردني. انا لما اخذتهم يا جماعه خفت انه يمسكني او شيء، فقلت له اسمع بطني بوجعني وبدي اروح اروح. روحت على الدار يا جماعه وانا معي 500 ريال. ولما روحت على الدار دخلت على غرفتي وفردت المصاري على الارض، يعني كانوا كثير، يعني 500 ريال كانوا كلهم مفروطين ريال ريال، يعني هيك بتطلع عليهم كانوا كثار، وكنت خلص حاسس حالي مليونير. واليوم اللي بعده يا جماعه رحت استرزق اللي هو يعني اروح العب عند دار الجيران. اول ما دخلت عنده امه صارت تحكي لي انت ما اخذت 500 ريال مننا؟ قلت لها لا والله ما اخذت شيء، اقسم بالله ما اخذت شيء. وظلت مصره يا جماعه اني انا اللي اخذتهم. وبعد دقيقتين من الاستجواب اعترفت وقلت لها انا اخذت المصاري. يا ابن الكلب روح جيبهم بلاش احكي لاهلك. وفعليا يا جماعه رحت جبت لها اياهم وقلت لها تفضلي هي ال 500 وما تجيبي السر لا. وقتها يا جماعة لا من شاف ولا من دري. وهسه يا جماعة خليني احكي لكم القصة الثانية. مرة بعيد ميلادي ابوي اجى علي وحكى لي شو بدك هدية لعيد ميلادك؟ انا قلت له بدي ماوس وكيبورد. قال لي ابشر هذا عيد ميلادك ولازم ادللك. رحنا انا وياه اشترينا ماوس وكيبورد ونقيت اللي بدي اياهم وروحنا على الدار. وشبكتهم وظليت العب فيهم على راحتي، اخر شيء زهقت منهم. وبعد فترة اهلي طلعوا من البيت وظليتني لحالي بالبيت. فانا جعت واشتهيت شاورما. خلص انا كبست معي بدي شاورما اليوم، يعني مش قادر بدي اشتري وجبة شاورما. بس المشكلة انه ما كان معي مصاري وقت، فتذكرت الماوس والكيبورد اللي اشتريناهم جديد. قلت بما انهم جداد وزهقت منهم خليني ابيعهم واشتري بحقهم شاورما. فعليا يا جماعة مسكتهم وطلعت برا الدار وظليتني ادور على محل انه يشتريهم، واخر شبعتهم. ابوي اشترى لي اياهم 35 دينار. انا رحت بعتهم بحق وجبه شاورما، بعتهم بليرتين. وكمان لما وصلت الشاورما المصاري ما كفوا لاني بدي حق التوصيل، فسرقت من مصاري ابوي اللي بغرفته ليره. انا مش عارف ليش ما سرقت ثلاث وشريت فيهم شاورما ولا اني بعت الكيماوس والكيبورد، بس ما كنتش منتبه انه في مصاري بغرفته. المهم يا جماعه اكلت الشاورما ونمت، وحتى بتذكر وانا قاعد باكل فيها كان خاف عقلي ان اهلي يفوتوا علي وانا باكل. فصحيت يا جماعه على اهلي كانوا قاعدين بنادوا علي. رحت عليهم واللي بيحكوا لي وين الماوس والكيبورد؟ انا يا اخوان ما كنتش مصحصح بالمره، يعني ماكل الشاورما ومنخمد مباشره وما لحقتش انام ساعه وصحوني، ما كنت مصحصح بالمره. فقلت لهم بعتهم وكلت بحقهم شاورما. المهم اهلي صاروا يبهدلوا فيي، ولا فجاه امي بتحكي لابوي جمله جوهريه خلته يضربني مرتين ورا بعض. يعني تخيلوا ضربني راح ريح ونام رجع صحي ضربني مره ثانيه. الجمله اللي حكت له اياها انت راخي الحبل مش قادر تسيطر عليه. اجى ابوي كان ياكل زت المعلقه وهجم علي. انا وانا باكل القتله يا جماعه كان نفسي اني اخترع ماوس كيبورد جديد بس عشان يحل عني، وهو نازل يضرب فيي. هسه المشكله مش القتله يا جماعه، اكلت القتله وخلص طابت. المشكله ان انا بعت الماوس والكيبورد اللي حقهم 35 ليره بليرتين، يعني لو مبلغ محرز عادي باكل القتله وانا مبسوط، بس المشكله قتله وبعتهم بمخسر والشاورما راحت الحمام. وهسه يا جماعه خليني احكي لكم القصه الثالثه. صارت معي هاي القصه يا جماعه لما كنت صغير، كانوا جيراننا حاطين مصاري عند امي، وانا ما كنت اعرف انهم من جيراننا اصلا. المهم انا كنت وقتها بلعب فري فاير وكنت كثير مدمن فري فاير، وكان نفسي بحساب قوي لانه كل اصحاب عندهم حسابات قويه الا انا كان حسابي ضعيف وما عنديش سكنات ما عنديش شيء. المهم في مره برمضان اهلي كانوا نايمين وانا الوحيد اللي كنت صاحي. المهم دخلت على غرفه اهلي عشان اسرق لي نص دينار ولا دينار عشان اشتري لي شغله فيهم. فلما دخلت لمحت على الخزانه في علبه، فتذكرت انه امي كانت تحط بها العلبه مصاري. المهم اخذت العلبه على اساس اني اخذ نص دينار ولا دينار، لقيت 200 ليره. تذكرت اني بدي حساب ببجي، فقلت هاي الفرصه اجتني اني
اجيب حساب جديد، فاخذت منهم 50 ليره. ولما اخذت ال 50 ليره على السريع رحت رنيت على واحد قرايبي قلت له بدي حساب فري فاير على السريع. قرايبي هذا يا جماعه خلينا نسميه كندر عشان راح يجي كمان شوي بالاحداث. انا حكيت له انه صار لي فتره بجمع مساري عشان اشتري حساب جديد، يعني حكيت عليه يا جماعه على اساس انهم الي عشان يحكي لاهلي. وقعدت يوم كامل مندور انا وياه حساب فري فاير على الفيس وما لقينا. وهيك يا جماعه مرق اول يوم واهلي ما لاحظوا على الموضوع بالمره. بعدها بيوم لقيت حساب عجبني فاشتريته. فانا اشتريت حسابي يا جماعه وخلص اموري تمام وما حداش عارف عني. بعد بيومين بنزل باكج على اللعبه وبصير بدي اشتري بس ما كان معي مصاري، بس انا يعني مأمن اني بقدر اسرق من اهلي. المهم رحت شحنت اللعبه وكان معي كندره، وانا مروح يا جماعه لقيت اخوي الكبير قاعد بيستناني، فاخذني انا وكندره ودخلنا على الدار. وانا ماشي معه حكيت اكلنا كنادر يا كبير، لقيت امي وابوي قاعدين بيستنوا فيي. واول ما شافوني يا جماعه حكوا لي على السريع وين رحت المصاري. ظليت يا جماعه مصر اني ما اخذت شيء، بس كندره بعد التعذيب من اخوي اعترف لهم كل شيء. ابوي لما سمع الحكي هذا عمل لي حركه اندرتيكر. ظليت مريض يومين ومن وقت اهلي ما بامنوا علي بشيء، بس لما شافوني اني كبرت وعقلت خلاص صار الوضع عادي. وقدنا انا غبي يا جماعه انسرق مني الحساب وراحوا علي 150 ليره اللي دفعتهم، قصد اللي سرقتهم. القصه الرابعه يا جماعه من واحد اسمه حسام. مره انا وصاحبي قررنا انه نهرب من المدرسه، هسه صاحبنا كان فتره مسائيه واحنا فتره صباحيه. المهم لما هربنا هو كان مروح من المدرسه فروحنا قعدنا عنده. المهم يا جماعه وبعد ساعه من قعدتنا ام صاحبي احمد بترن على صاحبنا اللي هربنا عنده، فبتحكي له احمد عندك؟ وهو احمد يا جماعه كان قاعد جنبه اصلا، فحكى لها لا احمد مش عندي شو بده يكون يسوي عندي. حكت له اخوه راح عنده على المدرسه وما لقى مداوم. المهم بلش احمد صاحبي يخاف وقرر انه بده يروح يرجع على المدرسه على اساس قدامهم انه كان فيها وكان بالحمام ولا ابصر وين كان. المهم رجع داوم على المدرسه وما لقى اخوه هناك وخلص الدوام روح على الدار، يعني روح على الدار على اساس انه كان مداوم وما سوى اشي وما هرب من المدرسه. ولما دخل على الدار يا جماعه انا كنت قاعد بستناه على الباب عشان يطمني انه صار له اشي ولا لا. فهي يا جماعه الصوت اللي سمعته، لا مشان الله لا تضربني، اخ لا تضربني مشان الله. انا لما سمعت الصوت هذا يا جماعه هربت وهو اكل نصيبه، ولحد الان اهلي ما بيعرفوا. وهسه يا جماعه خليني احكي لكم القصه اللي بعدها. مره كان عندنا رحله قبل سنتين، اتفقنا انه نجيب معنا سيجاره الكترونيه. المهم كل واحد جاب واحده وطلعنا على الرحله وكيف. انا كنت بمدرسه خاصه والمعلمات كانوا تاركيننا لحال. المهم خلصت الرحله، بعدها بثلاث اسابيع كنت مروح من المدرسه وكنت حاط السيجاره الالكترونيه بالشنطه. لما روحت وقعدت بالدار اخوي اخذ السيجاره واعطاها لابوي. ابوي شكله نسي انه يضربني بنفس اليوم. رحت ثاني يوم داومت على المدرسه بشكل طبيعي، ولما روحت من المدرسه ابوي يجي يروحني. انا استغربت انه ابوي مالوش بالعاده انه يروحني، فحسيت انه راح يصير شيء. المهم لما ركبت معه ابوي فتح الجيب تبع التابلو السياره. لما فتح التابلو يا جماعه انا شفت الارجيله تبعتي موجوده، فخاف قال لي هاي لمين؟ والله لصاحبي مش إلي، صاحبي أعطاني إياها وخليتها معي، والله مش إلي لصاحبي. هون أبوي استعمل معاي الخدعة اللي كل الأبهات بيعملوها، احكي لي عادي ما راح أسوي لك إشي، أنا أبوك أنت ابن الحبيب ما راح أضربك عشان السيجارة الإلكترونية. فأنا هون خدعت يا جماعة وقلت له هاي إلي، وصار اللي صار يا جماعة، وعيني صار لي سنتين بشوف إيش فيها وذاني لهسه بترن. بس كنت صف تاسع يا اخوان، اهلي كانوا يفكروني محترم وانا كنت مشكلتي بالمدرسه وازعق. كان في شباب يضلوا يدخنوا بحمامات المدرسه، بس بالحمام في كاميرات ما بتبين اشي بس بتبين انه اذا بطلع دخني ولا لا. المهم كان في واحد من الشباب اللي بيدخنوا بشبهني وكان لابس يا جماعه نفس اوعيه. انا اصلا نفس اليوم اللي المسك فيه كنت هارب من المدرسه، وباليوم الثاني المدير ناداني وكان يفكر انه انا اللي كنت بدخن بالمدرسه، وانا اصلا سمعت بالمدرسه زي الزفت. فرن على ابوي يا جماعه وقال له انه كنت ادخن. انا اصلا مش فاهم ايش الاستاذ كان يبهدلني وانا مش عارف ليش كان بيبهدلني. المهم بعد ما بهدلني قال لي خلاص روح ارجع على صفك، وانا ما كنتش عارف انه رن على ابوي. المهم روحت على الدار وكانت كل العيال عارف اني بدخن، وانا اصلا كنت قدام العيال اني محترم وشيخ. المهم روحت على الدار وابوي ضربني وما حدا صدقني، وابوي لحد هسه مش مصدقني بضل يناديني ابو الدخان. وهسه بتحكي لكم مواقف صاروا مع المتابعين، مش قصص طويله لا، مواقف صغيره صاروا مع المتابعين. مره انا وابن خالتي كنا نازلين على الحاره كاي طفلين زهقانين، وشي حكى لنا انزلوا على الكراج تبع العماره. ولما نزلنا على الكراج لقينا السياره تبع الجيران، رحنا عجبنا عليها، رحنا جبنا تراب من الارض وكبينا عليها، رحنا على الدكان اشترينا بيبسي ورحنا ننكبها على السياره. ولما وصلنا واحنا نازلين ماسكين بيبسي بدنا ننكبها لقينا صاحب السياره واقف عنده وكان معه مرته وابنه الصغير. سالنا مين عمل هيك وهو كان عارف. صرنا نالف قصه، كان في ولدين الواحد لابس شورت والثاني بلوزه حمراء، قلنا له ان احنا ضربناهم وقلنا له لا تعملوا هيك بالسياره. بعدين راحت مرته حكت لأمي ولأم ابن خالتي اللي هي خالتي أصلا، وإحنا صرنا نعيط يا جماعة وصرنا نتأسف لهم. احنا لما كنا ننزل على الفرصه كان في واحد صاحبنا عنده قرايب صف ثالث وزي كنا نلعب معهم ضرب، وفي يوم اصحابي كانوا ملتهيين وانا كنت قاعد بضرب بولد هيك كفوف خفيفه على ظهره، واللي فجاه صاحبي سرق الشير لي وراي. انا هون اتجمدت وصرت اطلع وراي لقيت المدير واقف وراي. اخذني المدير على الاداره وقعدت احكي له انه كنا بنلعب، واللي فجاه بيجي الولد اللي كنت اضرب فيه وكان قاعد بعيد بحكي لهم يا اخوان انه انا كنت اخنق فيه، وانا طبعا مش راح اخنق ولد صغير يعني كان هو صف ثالث وانا كنت صف سابع. انا كنت اضرب كفوف هيك خفيفه على ظهره وعرقبته بس، بحكي لي انه المدير بهدله وكذا ياخذ انذار لولا ستر ربنا. الموقف هذا صار معي لما كان عمري 10 سنين، كان اول يوم دوام والاستاذ بيحكي لنا شو بدكم تصيروا بالمستقبل، فانا قلت له جندي عشان احمي الوطن، والاستاذ قال لي شغل منيح بس في احتماليه انك تموت، فانا زي الحمار كنت افكر الموضوع انه زي الالعاب بموت وبعيش مره ثانيه، فقلت له انه عادي بعيش مره ثانيه. وهون كل الصف انصدم وصار يضحك علي حتى الاستاذ صار يضحك علي، اذكر اسمي V5_BI.
باقي القصص يا جماعة كثير قصيرة ومش مفهومة، فراح أوقف الفيديو هون. هذا احتمال إنه يكون آخر فيديو من قصص المتابعين. إذا حابين إني أكمل بهاي السلسلة ابعثوا لي قصص تكون طويلة وحلوة وتكون مفهومة، لأنه يا جماعة جاني كثير قصص ما كانت مفهومة وما حطيتها بالفيديوهات. المهم إذا بعثوا لي قصص طويلة وحلوة راح أكمل بالسلسلة هاي. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. شكرا لكم على المشاهدة. كان معكم سلامة. يلا سلام.